اهلا بيكم حلقه جديده. النهارده هنتكلم على ابراهيم عيسى، هنتكلم على الموضوع اللي عمل اثاره جدل بين العالم كله وقلب السوشيال ميديا في الايام الاخيره. طيب ابراهيم عيسى قال ايه؟ تعال نشوف هو قال ايه وكان يقصد ايه، ونرجع بعد كده نحلل اللي قاله ونحلل شخصيه ابراهيم عيسى عن طريق ملامح الوجه او علم الفراسه. علم الفراسه احنا بنعرف مدلول الباطن من الظاهر، ونعرف هل ابراهيم عيسى كان يقصد اهانه الاسلام ولا كان يقصد ايه بالظبط، وده اللي احنا هنعرفه. بس الاول نيجي ونشوف ابراهيم عيسى قال ايه في اللقاء اللي عمله. انا احيانا كتير لما بدخل طيب هنا ابراهيم عيسى قال ان هو ما يقصدش اصلا بالكلام اللي هو بيقوله. هو بيقول شيء جميل ان انت تقرا القران، وشيء جميل ان انت تتقنه كمان. طيب لكن دلوقتي هو يقصد ان ده اثناء عمل. طيب وهو عمل كده ليه؟ واحنا هنطلع السمات اللي تدل على الكلام ده من ملامح وجهه ونعرف هو افكاره ازاي. تعالوا بقى نفتح صوره. الصوره هنا فيها ايه؟ الصوره هنا الوجه ده المقلوب. يعني ايه؟ يعني شخصيه بتسعى للنجاح للمستقبل. هنا كده لما نلاقي الفك ده عريض، فالفك ده بيقول ان الشخص ده بيعمل استراتيجيه للمستقبل، بيفكر تفكير مستقبلي، وليس كان مقصود بان هو يهين الاسلام او يتكلم في كده. ولو رجعنا بقى للحقيقه ودورنا في الاحاديث ودورنا في الكتب وكلام رسول الله، كنلاقي كل الكلام ده من عمل منكم عمل فليتقنه. طب فهنا الاستاذ ابراهيم عيسى بيقصد ان احنا ده وقت عمل، مش وقت قران، ومش وقت ان انت تقرا قران وان انت تضيع وقتك هنا، ده مكان شغل. فانت هنا لازم تطور من شغلك، لان هنا افكار الناس اللي عندهم فك عريض ده تفكير مستقبلي، اللي هو ايه؟ اللي هو احنا بنبني مستقبل بعيد المدى. يعني ايه بعيد المدى؟ يعني احنا لازم نتعلم الشغل ازاي وهننجح ازاي وهنعمل ايه فيما بعد. يعني احنا عايزين في الاول وفي الاخر ان احنا عايزين نبقى نلاقي مستقبل افضل. طيب هنا بقى لما نيجي بقى على الصدمة والحقيقة المرة، ان لما نيجي بقى نتكلم ان الناس اللي بتبقى تنتقد بقى الاسلام والكفار والملحدين واللادينيين وكل الناس الحلوين دول، هنا كده لما نيجي بقى نشوف الحقيقه كلها، الادويه اللي الصيدلي بيبيعها اصلا كلها معموله تحت ايد علماء لادينيين ملحدين وكفره. فهنا احنا ما نجيش بقى نقول ان ابراهيم عيسى بيتكلم على الدين وعلى الكلام ده، لا هو ما يقصدش الكلام ده كله، هو يقصد ان احنا ناخد بالنا من الشغل. فهنا الدافع اللي دفع ابراهيم عيسى ان هو يتكلم في الكلام ده، لان هنا الوجه بتاعه هو وجهه يمشي دلو مقلوب اكتر، لان هنا ده شخصيه عمليه، شخصيه ان هي دايما بتدور على التطوير وعلى البناء وعلى عمل اسم مستقبل افضل. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وفعل الجرس هيوصلك كل الاشعارات، واللي ما عملناش لايك يعمل لنا لايك.